دلوقتي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. أي شخص بالحياة معرض لأنه ينجح أو يفشل، إن كان بشغله أو بحياته المهنية أو بعلاقته العاطفية، لأنه بالنهاية الحياة تجارب. الشعور بالفشل هو أكيد كتير صعب، بس كمان لازم نعرف أنه هو مو نهاية الحياة، بالعكس تماماً. لازم يكون الفشل تجربة يستفيد منها الإنسان، وتكون هي بداية الطريق مو نهايته. بس مو كل العالم تتعامل مع الفشل مثل بعضها. في نوعين من الناس بهالموضوع. النوع الأول ما بيقدر يتعامل مع الفشل بطرق صحية، وهالشي بيؤدي لأخفاقات وخيبات أكتر بكتير. فممكن نشوف الشخص ما عم يقدر يعترف بالفشل، بالعكس تماماً بيصير مصر على خطأه، أو ممكن يعترف بفشله بس يستسلم ويفقد حماسه لأي تجربة جديدة. أما النوع الثاني فبيتعامل مع الفشل بطريقة صحية. كيف يعني؟ أنا رح أقولكم كيف. بهاي الحالة بيعترف هذا الشخص بإخفاقاته وفشله، وبيطلع منهم بأقل الأضرار، ومو بس هيك كمان بيستفيد من الموضوع وبيعتبره درس وبيتعلم منه. بجوز هلأ تكونوا عم تسألوا حالكم، طيب كيف ممكن نتخطى الفشل؟ نقدر نتخطاه بخطوات كتير بسيطة. أولا أنه نتعامل مع الموضوع بإيجابية، ونحاول نتحكم بإنفعالاتنا قد ما منقدر. هالشي بيخلينا ما نستسلم للظروف. كمان لازم نفهم الفشل بدون ما نخليه يسيطر على تفكيرنا، وأهم شي ما نحمل الآخرين أسباب فشلنا. بالعكس لازم نحلل مسببات الفشل بشفافية وصدق بيننا وبين حالنا، لحتى نقدر نتدارك أخطائنا بأي تجارب جديدة. طيب يا ترى شو هي أسباب الفشل؟ هل هي دائماً عوامل شخصية وممكن نتجاوزها؟ أم ممكن تكون عوامل خارجية؟ الحقيقة في عدة أسباب بتأدي للفشل، وهي عبارة عن خليط بين الشخص بحد ذاته والمحيط الخارجي. مثلاً طريقة التفكير السلبية وردود الفعل السلبية تجاه عدة مبادرات من الآخرين هو سبب شخصي. التعلق بالماضي وعدم القدرة على التعامل مع الحاضر كمان هو سبب شخصي، وأنه ما نعطي وقت كفاية لتحقيق هدفنا، وأنه نكتفي بالموهبة ونعتمد عليها كلياً بدون ما نطور حالنا ومواهبنا. كل هدول هن أسباب شخصية بحتة. وممكن أحياناً تكون ظروف وطبيعة الشغل غير مناسبة لمستوى مهارات الشخص وقدراته، أو ممكن أحياناً الأشخاص يتخذوا قرارات ممتازة وصحيحة 100%، بس للأسف بيكون المكان أو الزمان غير صحيحين. قبل ما أودعكم رح قلكم شغلة كتير مهمة. تذكروا أنه ما في حدا كامل، وأنجح الناس بالحياة مرت عليهم لحظات فشل، وأنتوا كمان اعتبروا الفشل هو نتيجة مو متوقعة مو أكتر، بس خليها دائما تدفشكم لتحدي مستمر وحافز لمزيد من التجربة وفرصة جديدة لاكتساب خبرات أكتر. وخلي الفشل هو أول خطوة بطريق طويل من النجاحات. سلام. نفسي بشد حيلك معي أنا سمك.